مشاهدينا الشبيقة نشوف تي في مرحبا بكم المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء بالضبط منطقة الدرب السلطان. هي واحد جزء من محل سكني مهجور اصلا ما بقوش كيسكنوا فيه الناس على وفوق واحد السيارة هانتوما كتشوفو. المشكل هو ان هذا الانهيار وقع امام عدد من قنينات ديال الغاز. الحمد لله انه ما كانش اصابات وما كانش انفجارات ديال القنينات الغازية، ولكن كاين استنفار امني كبير كيف كتشوفوا، وكاين عدد من رجال الوقاية المدنية في هذا الاثناء اللي كيحوموا المكان ديال هذا الحادث. انتم كتشوفوا مشاهدينا الكرام كيفاش ان هذا الجزء من هذا المنزل اللي نهار كيفاش طاح على هذه السيارة. هنا غير كاينه السيارة اصلا كان اي للسقوط منذ مده سقط على هذا السياره. كاين استنفار امني كبير هنا ديال رجال الوقايه المدنيه ورجال الامن الوطني، غادي نحاولوا ان ناخذ لكم مشاهدينا الكرام تصريحات من الساكنه كيفاش انهم ترعبوا لحظه الوقوع ديال هذا الواجهه هنا في منطقة الفداء على إحدى السيارات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشرين آخرين. نخلكم حاولوا نخلو التصريحات ديال الساكنة أشنو وقع بالضبط وشنو شاف. بقاو معنا.